الله يسلمكم، نحن عايشين وطيبين وكل ربعنا واهلنا نسلم عليهم، واحنا بخير والجيش بخير ان شاء الله. الله يسرهم الله يسرهم، احنا مرتاحين وكل شيء ما بينا الحمد لله عايشين والله. حجي، هاي المنطقه شو اسمها؟ هاي اسمها حي المشراق. حي المشراق، حي المشراق هذا. زين، شلون كان تعامل القوات الامنيه؟ والله القوات الامنيه فلاكم مثلها في العالم. اهلنا ذولا القوات الامنيه، اهلنا اهلنا ذولا القوات الامنيه كلهم اهلنا. والله انطونا ماي وانطونا كل شيء، انطونا والله. زين داعش على طول عليه، داعش داعش دمر العالم، حتى البشر حتى الميتين حتى دمر العالم. داعش ما عنده رحمه، لا عنده دين لا عنده ديانه. هذول وين هذول وين؟ فرق كثير من السماء للارض يا اخويا. انت سجلت اسمك بالتاريخ غصبا عن التاريخ. الله ما يموت والتاريخ ما يموت، وسجلت اسمك بالتاريخ غصبا عن التاريخ. لو تعرف هذا من صاحبه، بس ما اقدر اقول. لا لا، عادي، عندي خير من الله. لا لا، هدية لا لا، الهدية لا ترد لك. جزاك الله خير. السلام عليكم. هذا باسم اهل الموصل كلكم. يا بطل شلونك؟ خلصتمنا من الله يسلمك امي. قدره يا هود بيدي وقع، صار قاع سيارتي مالتي. يلا تماطيل سالفه سالفه. عمتي مات. اي لا رحمة الله. وانا اول من جو رادوا تطلعونا ما هذاك الاربعاء قبل اربعتين، تقولوا دحق هو اخوي، بس ايش اعمل؟ ايش السامه؟ لا لا، هو داعش. ايش اقول له؟ تقولوا اخي عندي مره كبيره، والله لا عمتي عدى ربيها لله. ها 90 سنه عمرها، من سنجاب جابوا لي هي هاي 4 سنين هدايا، يعني بور العجوز ما تطلعي؟ قلت له ايه والله. قال ايه ما هي شد، ما طول مشكلتك العجوز، هالساعة خلصش منه. راح جاب بيد بيتي انتي، حطها على غرفتها دي يشعلها، وحرف وصيح. قلت له لا اخي، اشلون تشعلها؟ من الله منين اروح؟ 4 سنين عندي هي، تالي ما تالي دخلت تموت شعي. بالتالي حنوا علي قعدته. جو الخميس الساعة 3 الظهر الخميس، قال الا تطلع. اخي بس ما اطلع، لان العالم يتحملوني. هي مقعده حفها ظهرت وهاش، والله ما اخوتي بنت الجوز باجر وردهم ورده بجعل البيت. لا غافلين انتم، اخشق يعني استمع حس الهج، استمع حس عيشيلون وحطون ببيتي. بيتي صد يعني بالصدر يصير. قال هذا لازم اريده، فاتوني جلو أسلحة. جيت داخل أغراض، قعدت ببيت الحالي في اليمن داخل أغراض، أضحك على التخت مالتي. والله أخي بدون مبالغة، لوري لو كنت قلبتون على التخت سلاح فلا هاكل، وأطفال هم قدم معاهم، أش عي يعملون؟ عي حشون مثل الزنجير. أي سلاح، أضحك على الديوان مالتي مليان ملي. يلا حجية، قال حضري لنا بطانيات مال 4 نفرات، احنا دينام باردة. قلت له خيانة الغرفة، شو تريدون شيلوا منا؟ طلعنا ساعي عيخيطوا وبيتي راح، نمت بيت الجيران انا وجاري. جاري عندهم بنتين رجال شرطة قتلوهم قبل. اكو جوا هسه سمع الكلاب اللي ذي الجمح مالتهم جوا 3 4 كلاب. يلا خير، صور صور، هذا بيتنا والله. السيارة الله يخليك، هذيك السكة
حيلا الابطال حيلا الابطال والله لو ما لو ما الشباب لو ما عبد الوهاب السعدي الله يحفظه لو ولا قصرهم بالاخوان الله يبارك فيك والله كنا امل امل بس يشوف على العراقي امل هذا ابو قتلو هذا ابو قتلو مالك مالك هذا ابو قتلو طلع شيء لا لا تعال لا يضرب لا يضرب بالك لا يضرب بالك لا يضرب بالك علينا كل شيء ما بينا Yeah.
فقد بالبير الرسام راح ابيع خاطركم بقى خلص بقى يلا بيض بستة ليش انت يا الله يقدر نزل يوم غادي غادي وعلى راسي الدلل وعاش الفرقه الذهبيه الله يسلمك بارك الله فيك هاي اول مره نجيب المشي بس ايش يريدون ان شاء الله وراكم السلام عليكم الله منو؟ من بتفضل نجيبك اوكي؟ يلا يا قناة موصلية هل موصلية؟ هل سلام عليكم ما نجيب لكم شاي شوي يا حجي السلام عليكم شو تشوفون شو صار شوي 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 محمد تعال رسول سلامتكم والله احلى شيء في التشبث ما يطلع صاحبي وما ما اعرف بس اذا شفت ثاني وقت بارك الله فيك أمازون. مالك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك الله يبارك فيك Thank you.
حيدر 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 وهذا البيت اللي بقول لك عليه ما في والله سقط مالك شويه مالك
تعال تعال. وسط روحي لو متت يا صاحبي ثبت لي هالكابوت والله عوق نزيدونه الله يصدق قدش نشيع هاي الشايدة الحمد لله اريد اسلم على اهلي بذاك الجانب واطمنهم اني واخويا يوسف واحمد كل شيء ما بينا الحمد لله ونطمنهم قناه الموصليه والقوات الارهاب حمتنا ودافعت ولا تخافون ابقوا ببيوتكم والله ينصرهم على هالظلمه هذولا هاي المنطقه شو اسمها حي المرور حي المرور ملاصخه والشيخكيه وسلم على اخويا مروان وسلوان وغزوان واختي مروان كانت جولتنا في حي الشيخكية وحي القادسية وحي المرور وحي النور كل هذه الأحياء نبعث رسالة اطمئنان للأهالي الموجودين حتى نثبت للعالم أجمعين أن قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب تقود المعركة من جانبين جانب إنساني والجانب العسكري الجانب العسكري بسيط جدا
والجانب الإنساني، لذلك في بعض الأحيان نعطيه أهمية أكثر من الجانب العسكري، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والبنى التحتية. ولله الحمد يعني هي رسالة اطمئنان لكل المدنيين الموجودين، وسننسق مع الجهات ذات العلاقة والحكومة المحلية بإرسال المتطلبات من ماء ووقود إلى هذه المناطق المحررة، وإن شاء الله العمليات مستمرة ولن تتوقف حتى نصل إلى آخر شبر في أرض الموصل. إحنا حاليا نتواجد في حي القادسية الأولى وكذلك حي المشراق والشيخية، اليوم هي من ضمن جولتنا. هذه الأحياء تم تحريرها خلال الأيام الثلاثة الماضية. حاليا الأحياء هذه مؤمنة بالكامل، مثل ما لاحظت حضرتك فرحة المدنيين بقدوم قطعة جاز مقاومة الإرهاب وتحريرهم من دنس داعش الإرهاب بعد أن عاشوا الذل والقسوة التي تلقوها من تنظيم داعش الإرهابي. حاليا هم محررين وفرحين بقدوم القطعات الأمنية. احنا حاليا نتفقد قطعات الجاز وكذلك نتفقد الأهالي اللي متواجدين داخل المنطقة لغرض الاطلاع على أحوالهم وعلى احتياجاتهم، ومن خلالنا يتم التنسيق مع مجلس المحافظة لغرض إيصال المساعدات وكافة الاحتياجات وتأمين الحماية لفرق المساعدات التي تصل إلى هذه المناطق. هذه المناطق حررت مؤخرا، لم تصل إلى حاليا المساعدات، هي حاليا ضمن الخطة المعدة لغرض إيصال المساعدات إلى هذه المنطقة. أيضا من ضمن التطورات الأمنية، يوم أمس أكملنا حي الفلاح الأولى والثانية بالكامل، تم تفتيشها وأيضا تم ضبط أكبر معسكر، هو معسكر أبي مصعب الزرقاوي داخل حي الفلاح. هذا المعسكر يحتوي على معسكر تدريب للياقة البدنية وعلى الأسلحة وعلى كافة الأمور التي تتعلق بالتدريب لغرض التصدي للقطعات الأمنية، لكن الحمد لله والشكر تم ضبط هذا المعسكر وهو حاليا بحوزة قطعات جهاز مكافحة الإرهاب. بعد الإنجازات الذي والانتصارات اللي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب، الآن جولة في الشوارع مع سيادة الفريق وعميد ركن حيدر وأمر الفوج ذيقار، نتفقد الأهالي والعوائل المتواجدة في هذه المنطقة. والله العوائل استقبلونا بالزغاريد والشكليات وفرحانين بقدوم القوات الأمنية وتحريرهم من داعش الإرهاب. طبعا أبارك قناة الموصلية وأبارك الشعب العراقي جميعا وأبارك لأهالي الموصل وإلى كل عراق الشريف. تم تحرير حي الأربكية والقادسية الأولى والثانية وحي المرور والشيخكية من قبل جهاز قارة الإرهاب فوج ديقار، وكل قطعات من جهاز قارة الإرهاب إن شاء الله متعاونين، وإن شاء الله إحنا تفكيرنا وبالنا من المدنيين، وإن شاء الله مساعدتنا ومساعدة المدنيين إن شاء الله لكل عراق الشريف إن شاء الله.